مهرجان الفرجة الحية مهرجان مسرحي بامتياز ومهرجان دولي يستقبل مجموعات مسرحية من مختلف دول العالم، دول الشقيقة والصديقة. سعداء جدا باستقبال كل الوفود. الحقيقة تجارب مسرحية عديدة، أيضا هو لقاء للتعارف بين الفنانين وتبادل التجارب الفنانين المسرحيين بطبيعة الحال. وكل ما تمناه هو أنه أن يكون قد وجد الفنانون المسرحيون من مختلف الدول اللي شاركت معنا كل الاستقبال، كل الترحاب، وأيضا أضاف هذا المهرجان لهم بعض القيمة الفنية لتجاربهم الجميلة والمتميزة. ومسرحية زوم هي إنتاج مركز فنون درامية والروكحية بقفصة، ونقوم بدور الدكتور في هذه المسرحية اللي في الحقيقة موضوعها غالب عليه أكثر هو البذور المعدلة وراثيا. وبعض العلماء يقدروا أنه البذور المعدلة وراثيا هي نوع من الدمار الشامل اللي تستعملها الدول العظمى وخاصة أمريكا باش تحتكر الطاقة وتحتكر الموارد الطبيعية وهكا تولي تسيطر على الشعوب. فشخصية الدكتور هو يعني مكمل لهذه الشركات التابعة لهذه الدول العظمى، وهو اللي باش يوصل الرسالة للفلاحة باش يولوا الفلاحة هذوما يقتنوا البذور المعدلة وراثيا، وهكا يستغنوا على البذور الأصيلة اللي كانوا يستعملوا فيها قبل، واللي حاولت الدول العظمى أنها تفتك منهم البنك متاع البذور هذية باش في المستقبل يولوا الفلاحة هذوما يقتنوا البذور المعدلة وراثيا بتبيعها بثمن، الثمن هذا يتحدى الدول العظمى هذه، وهكا يولوا في تبعية لهذه الدول. فالدكتور مطالب باش يقوم بعدة محاضرات، وكذلك يشجع العباد باش يتبنوا المشروع هذا. فكان ذلك الدكتور اللي كنت قمت بالشخصية متاعه، وإن شاء الله تكون شخصية على كل ناجح. عديد العروض الفرجوية المختلفة في ساحات مدينة قفصة وداخل قاعة العروض بمركز فنون درامية، كان الافتتاح بعرض كوريغرافي، ثم تواصلت جملة العروض التونسية، ونستقبل أيضا الأشقاء العرب. غدا يكون موعدكم مع مسرحية من المغرب الشقيق، ثم مسرحية من العراق، ومسرحية من الجزائر. هذا المهرجان في دورته العاشرة. أيضا المهرجان يضم تربصات في فن الإخراج وفن الكوميديا ديلارتي، مائدة مستديرة حول حقوق المجاورة، حقوق المؤلف وحقوق المجاورة. هذه الدورة هي دورة إعادة الروح بعد سنوات غاب فيها النشاط الثقافي في تونس وربما في عديد المناطق في العالم بحكم الجائحة. لذلك هنالك عطش كبير للمتفرج خاصة في المسرح لمواكبة المهرجانات، والدليل هو الحضور المكثف للجماهير داخل قاعات العرض. لمن لم يحضر بعد، الجانب الدولي في المهرجان يبدأ يوم غد بأشقائنا المغاربة ويختتم بأشقائنا الجزائريين، ويتوسطهم الإخوة العراقيين. لا تفلتوا الفرصة. هذا المهرجان هو بالتعاون مع مهرجان المونودراما تحت إشراف الصديق العزيز إكرام عزوز. مرحبا بكم في مواكبة هذا المهرجان. ممثل دور الصحافي في مسرحية زوم، إذن مرحبا بكم الناس الكل في مهرجان الفرجة الحية بمدينة قفصة، وهو المهرجان الدولي. مرحبا بالأشقاء الكل، كل من المغاربة وأشقائنا في العراق والجزائريين.
إذا اليوم كما كنت تتابعوا مسرحية زوم إخراج الفنان الهادي عباس اللي هي مسرحية عبثية بامتياز اللي من إحنا قدرنا كفنانين نتحدث يا قولة يقول هاتشيكوف دونك معناتها نساهم يعني من الفنان دور الفنان من كل موقعه الخاص أن يدافع على هذا الوطن في يعني من 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 حيث التام نتاع الفلاحة معناها اللي هو فيها الهجرة الهجرة الأدمغة اللي تخرج معناتها الهجرة الأدمغة إلى خارج حدود الوطن اللي يستغلوها الدول الأخرى المتقدمة وفيها اللي هو يعني ضرب الصحافة يعني هناك من الصحافة شكون يخدم بضمير في البلاد نتاعه وشكون اللي ياخذ نقولوا احنا في الفلوس معناتها فهمتني بالانترجيمي معناها مش من الكل ضرب الاعلام ولكن هناك في الاعلام في كل البلدان اللي هو شكون يخدم بضمير. اذا شفنا طبقات في هذه المسرحيه شفنا البروتاريا الرثة شفنا الهجرة الأدمغة شفنا الرأسمالية ان شاء الله نلت اعجاب الجمهور وإن شاء الله تكون في على النطاق الدولي معنا. قمت بدور الفلاح في مسرحية زوم. الفلاح اللي أعلنيته نية طيبة يسمع في دكتور جاي باش ينمي ويطور الفلاحة في الموطن بتاعه لكن في الاخر يظهر الدكتور انه باش ياخو القمح نتاع البلاد هذه البلاد التونسية اللي هو يتزرع ويزيد يعاود يتزرع مرة اخرى لكن باش يعطينا هو بذور مهجنة بذور هجينة بذور اللي نزرعوها مرة بركة نزرعوها مرة بركة وما تعودش تزرع ونولوا هما باش يعطونا المرة الاولى يعطونا البذور مجانا ومن بعد نتلزوا ان نولوا نشروا من عندهم البذور ما عندناش بذورنا الخاصه اللي هي سيخذوها هم اما نولوا نستعملوا كان في البذور الهجينه نتاعهم هم نولوا نستوردوا في البذور نتاعهم اللي نزرعوها ونستهلكوها ونزيدوا نستوردوا من عندهم اذا يولي استعمار غذائي يولوا هما ما عادش استعمار متاع حرب وباش يحاربونا وباش يضربونا بالسلاح لا ولا استعمار غذائي يجوعونا في الاخر يلزمنا احنا نكونوا تحت رحمتهم هما احنا كنجوعوا نطلبوا منهم هما باش يوكلونا ما يعطوناش نبقوا للشر. عدة أعمال عدة أماكن زرنا المغرب قدمنا مسرحية جراد في عدة أماكن في آسيا في اليوسفية في كازابلانكا في 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 الرباط عدة عملنا 15 عرض في بمسرحية الجراد في المغرب ومن الحاجات اللي كانت باش تقع لي كانوا في المغرب أنا إيدي اثنين فيها الخاتم جو قالوا لي تمشي معنا نطلعوا كنز مع بعضنا ولكن يتي يفهموا اللي أنا ما دخليش في الأماكن فيها ولكن تعاملوا معايا بروح عالية ما عندها ناس طيبين جدا جدا كل شيء طيب في المغرب كل ناسها طيبين فجمارك يفرحوا بيك والماكلة متاع المغاربة حلوة برشا وشيء رائع جدا رائقة جدا فهمتني والناس طيبين والفن اللي ثميكة وكان كنا معناها ما حسيناش نهار ولا وقت اللي احنا أغراب ما اندمجنا وعدنا ومشينا حجمنا عند ناس غادي وحسنا عند ناس وحسن وجلسنا مع ناس غادي برشا وكان رائع الأعمال اللي قدمناها غادي كان فرحوا بها وإحنا كذلك فرحانين اللي أن المغرب اللي نحا إحنا خيوة والمغرب والجزائر وتونس وليبيا برسك تحسهم عندها عجينة واحدة في المنطق في اللغة في التفكير في 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 ربط العلاقات فما نحسوش بالغربة بين بعضنا وإن شاء الله يا ربي نشوفوكم هنا في عمل طيب ونجوكم غادي في أعمال طيبة المهرجان حلو برشا وازدانا بكم المغاربة أخوانا العراقيين كل أخوانا اللي جونا من أي بقعة مرحبا بكم أنتم في بلادكم مشكم في بلاد أخرى أنتم مشكم أغراب وإحنا أنتم في حملتنا ونحبكم برشا ونحبوا المغاربة والجزائريين والليبيين والعرب الكل وإن شاء الله
إن شاء الله إلى حال أصلح وأحسن من حالنا هذا نحن العرب.